السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنكمل السكشن الخاص بال 3D Max. كنا احنا المرة اللي فاتت كنا عملنا زي لعبة بسيطة كده، انت بيكون عندك اوبجكت، والاوبجكت ده بيبقى قدامه شوية عوائق كده، يحاول ان هو ينط ايه من عليهم. فكنا اتعلمنا ازاي اصلا ان احنا نخلي الكيوب او الفلور ديت نغيره من شكل لشكل. فكنت حضرتك بتحمل شوية خلفيات او صور، وكنت انت بتسحب الخلفية من تحت لهنا، بس هو يقدر يمشي من الكلام ده كله. احنا كنا عاملين طريق كده، وكنا اتعلمنا ازاي تتحكم بالحوار ده في الكيبورد بتاعك يعني. فكنت انت بتتحرك عادي كده، طبعا ديت الكاميرا كنا احنا مثبتينها على الاوبجكت هنا، بحيث انك انت تمشي، لما انت تمشي يكون ايه، يكون الاوبجكت ورايا يعني. فهو كده، وكنت بتمشي كنت بتضغط مسطرة. طيب احنا كان عندنا بقى في شوية عيوب كده لو انت لاحظتها يعني. لو انت ماشي وفضلت تضغط في مسطرة، فهو الاوبجكت بيفضل يطير لفوق. فمثلا لو اللعبة ديت عاوزين نعمل لعبة متاهة او حاجة، فالحوار كده هيبوظ، لانك انت لو ديت بالنسبة لي متاهة فهو هي ايه، هيقع فيها. طيب تاني عيب زي ما انت شفت كده، ان الاوبجكت لو خبط في اي حاجة، عشان انت طبعا ما اكسس له على الخصائص الفيزيائية بتاعته، هو بيفضل ما بيبقاش ثابت كده، بيفضل يعمل روتيشن. انت هنا اهو لو احنا مشينا وخبطنا في اي حاجة، بص هتلاقي ان هو بدأ يعمل روتيشن هنا كده. فاحنا اول حاجة النهاردة تعالى نوقف بس الحوار اللي بيحصل ده، اللي هو بيفضل يقلب نفسه ده. طيب الكلام ده اكيد من الريجيد بودي. لو انت وقفت عند الاوبجكت بتاعنا، الريجيد بودي اللي تحت ده هتلاقي فيه عندك حاجة اسمها الكونسترينت، ديت ممكن تعمل فريدنج للروتيشن. طيب هو الاكس اهو، لو الروتيشن بتاع الاكس، بص هتلاقي ان هو ممكن يتحرك قدام او ورا في داتا احنا ممكن عاوزين نقفلها. تمام، خليها زيرو زي ما كانت. طب تعال نشوف كده الواي. الواي لأ، يعني الواي تمام نسيبها، انما والزد، الزد لأ هو برضو ممكن يتقلب على يمين او شمال. فاحنا كده ممكن نعمل فريزنج لمين، للاكس ومين وللزد دي. طيب فاحنا ممكن نعمل كده هنا ونعمل هنا، ونشوف المشكلة ديت هتتحل ولا لأ. انت هنا برضو لو انت خبطت مع حد، خلاص بقى ما عدتش بت ايه، ما عادش بيفضل يتقلب على نفسه كده لحد ما ايه، ما يقع في الاخر بره يعني. طيب احنا كده اعتبر ظبطنا الحتة دي كده. ايه بقى المشكلة التانية؟ انت لسه قايلنا يا باشمهندس دلوقتي احنا ممكن نعمل متاهة. تقول لي يعني احنا ممكن دلوقتي ناخد دي كده ونكبر دي كده. الاسكيلة ممكن نكبر دي كده زي متاهة يعني. الاسكيل ونكبر ده كده. طيب انا عملت كنترول سي كنترول في عشان انسخ واحد زيه. فممكن نيجي نعمل من الموف هنا ننسخ كده، ونعمل روتيشن. طيب احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا والله عاوزين نعمل زي متاهة كده، ان اللعبة دي تكون زي متاهة، دي المتاهة بتاعتنا يعني. وانت بقى المفروض تمشي من الاوبجكت ده،
وتشوف الأماكن دي كلها لحد ما توصل من البداية والنهاية. فأنت ممكن تطبق بقى الكلام ده كده مع نفسك في إيه؟ إنك أنت تزود عدد الأصفار اللي عندك دي. إحنا كده ممكن ناخد ده كده، طبعا تعمل كنترول سي بقى كنترول في لحد ما تظبط شكل الايه المتاهة بتاعتك. كنترول سي كنترول في يعني هي كده. تعالى كده برضو نشوف الجيم اللي عندنا هنا هيبدأ ازاي. يعني هو ده هيمشي كده، المفروض ان هو اصلا لو دخل هنا مش هيمشي، لان ديت ايه السور اللي قدامه. يعني احنا انت ممكن تظبط ان هي تبقى زي لعبة متاهة كده من البداية للنهاية. طيب اصلا في عندنا كذا عيب هنا نحاول نعالجه. طيب اول عيب عندك ان احنا لما بنيجي نتحرك كده انت عاوز تبص للي حواليك ايه. طيب يعني انت بتحاول تشوف كده اللي حواليك ايه، فانت ما انتش عارف تتحكم بالكاميرا. فاحنا هنا برضو هنخليك تتحكم بالكاميرا من خلال الماوس. يعني لما نتحرك بالماوس كده يبقى انت هتبص على مين اللي جنبك هنا او مين اللي جنبك هنا. طيب العيب التاني بقى ان واحد ممكن يجي يقول لي طيب يا باشمهندس احنا انا ممكن اعمل كده، انا عارف ان انا لو ضغطت المسطرة اكتر من مرة خلاص انا هعرف نقطة البداية فين ونقطة النهاية فين، البداية فين والنهاية فين، واروح لها بمجرد ما انا اتحركت كده يعني. طيب دي هنحلها ازاي؟ بكونديشن معين اقول له ان اف لو الاوبجكت ده طاير مسافة كده في الهواء ما تعرفش تضغط مسطرة تاني. طيب امتى تضغط مسطرة او ينط؟ لو هو الاوبجكت ده لازق في بوينت او قريب من بوينت معينة في الارض. تمام، فده كده الى حد ما هيكون موضوعنا برضو النهاردة. طيب فاحنا كده ممكن نعمل زي حاجة صغيرة كده، عشان طبعا ده ايه انت ممكن انت تشتغل بقى بيها مع نفسك انك انت تكبر وتصغر الدنيا دي بمزاجك. احنا هنا عاوزين نعمل السكيل ده شوية كده مثلا. تمام، ناخد طولات كده ايه كده كده. مثلا السكيل ده كده وليكن احنا عاوزين نطلعه من الدنيا دي كده. كنترول سي كنترول في بعد ما يعدي بقى المتاهة دي المفروض ان هو ينط للحق، ينط على الحاجات دي كده. فتعالى كده نشوف اللعبة بتاعتنا. لو احنا عملنا ديت مثلا ماكسمايز بص يا سيدي، طبعا احنا المشكلة عندنا دلوقتي احنا خلاص ما عادش هو بيفضل يتقلب ليه، لان احنا كنا منعنا الروتيشن.
هي بس المشكلة اللي احنا هنحلها في بقية الجزء ده او بقية الفيديو ده، ان انا لما اعمل بالماوس كده انت هتبص على اللي جنبك ده مين. طيب المشكلة اللي احنا برضو حليناها، اللي احنا هنحلها برضو، انك انت انا عاوزك تنط مرة واحدة بس، تمام؟ انما انت انا لو فضلت تفضل تضغط مسطرة من السكشن اللي فات هو هيفضل ايه ينط لفوق، فانت كده هتفوز بسهولة يعني. طيب فتعالى كده نشوف احنا هنحاول نخليه ان هو ينط نطة ازاي. مبدئيا يعني الكلام ده كله كان اللي متحكم فيه المرة اللي فاتت السكريبت بتاع حضرتك ده. السكريبت بتاع حضرتك ده انت كنت عامل له السبيد والجامب ودومت متغيرين عندك، متغيرين عندك انت لازم تديلهم انيشيال عندك من البرنامج. يعني تعالى كده نقف عند البلاير، البلاير ده طبعا هو اللي متطبق عليه السكريبت تحت. فتعالى كده نروح للسكريبت بتاعنا، انت حضرتك كنت بتقول له السبيد 15 والجامب كنا احنا عاملنا غالبا 5. طب لو انت عملت الجامب 5 وجيت ترن تاني، بص كده الجامب بقت ضعيفة شوية، تمام؟ فاحنا عاوزين نثبت جامب معينة وليكن كام، 8. لازم تقفل قبل ما ترن ايه عشان تسمع، 8 ماشي معقولة يعني شوية. ديت السبيد السرعة، لو انت خليتها 10 خلي ديت 10 مثلا، هتلاقي ان هو بدأ يمشي ايه بطيء شوية مش زي المرة اللي فاتت. فدي البارامتر اللي حضرتك كانت في كود السي شارب بتاعك. طبعا انت لو فتحت كده السبيد والجامب دي، طالما انت كاتب متغيرات هنا، فالمتغيرات يا باشا بتتسمع في السكريبت بتاع البلاير ده وانت بتديله حاجة معينة. فانت ده السكريبت بتاعه، فاحنا كنا بنديله متغير سبيد وجامب. طيب يا باشمهندس احنا عاوزين نعمل ايه بقى؟ احنا والله عاوزين نخلي البلاير ده ما يفضلش يتنطط كل شوية كده، يعني لما اضغط مسطرة وهو في الهواء لو ضغطت مسطرة ما يطلعش فوق تاني. طيب ليه هنعملها ازاي بقى؟ قال لك تعالى يبقى احنا دلوقتي عاوزين نقيس نقطة معينة عند الأرض ده، بحيث ان يكون عندي كونديشنال معين، لو الأوبجكت ده قريب من النقطة دي ينط. طيب إلس بقى، يعني إلس ان هو بعيد بقى، ده معناه ان هو في الهواء، نمنع حوار الجامب ده. لو انت فاكر ان كود الجامب المرة اللي فاتت كنا احنا بنعمله بالجملة بتاعت الاف دي، لو الانبوت بتاعي جامب اللي هو مسطرة كان ينط، فانا عاوز بقى اعمله هنا اند وادي له كونديشن معين، الكونديشن ده لو هو بترو خلاص ينط، طب لو الكونديشن ده بفولس يبقى ما ينطش. طب امتى يكون بفولس؟ لو هو بعيد عن نقطة معينة انا مش شايف. طيب يبقى احنا كده محتاجين نعمل ايه بقى؟ اول حاجة هنيجي نفتح هنا في الكود، فوليكن هنديله طبعا هنا شوية variable كده، وليكن هقول له public float. هشوف مثلا، انا هحاول اول حاجة اشوف المسافة اللي ما بيني وما بين النقطة المعينة اللي انا عاملها دي، اللي هي المسافة ما بيني وما بين الارض دي، هقول له public float ايه وليكن ground distance، دي المسافة اللي ما بيني وما بين الأرض. طيب احنا طبعا هنعمل هنا في الـ if الـ input jump دي and انا هديله بقى هنا متغير وليكن هو بترو، تمام؟ المتغير ده لو هو خد الترو ده، يعني انا لو المسافة اللي ما بيني وما بين الأرض دي موجودة أو متاحة، يعني أنا على الأرض دلوقتي، فأنا هعمل إيه؟ هعمل jump، فأنا هعمل متغير اسمه، يبقى ده الجزء الخاص بتاع النهاردة اهو، عملنا float ground distance وهعمل public، public هيبقى طبعا نوع المتغير boolean عشان هو هياخد true false، لو true هيعمل jump، لو false مش هيعمل jump. وليكن هقول له if ground. طيب بعد كده هنعمل public حاجة اسمها layer mask، تمام؟ وديت layer mask ديت بتحدد لي layer معين في الحيز اللي قدامي، وهنشوف الكلام ده دلوقتي في الـ unity. فأنا هعمل public layer mask ال ground layer، يعني انت لازم أن تكون ال player شغال على نفس ال floor بتاع ديت، مش هتفهم الكلام ده لما نفتح الكود دلوقتي.
طيب public layer mask هنسميها، احنا قلنا ان هي ايه، وليكن ground، ground مين layer يعني. طيب بعد كده انت يا باشمهندس قلت لنا طيب ground distance دي المسافة ما بين الاوبجكت بتاعي وما بين الارض، is ground in دي ده المتغير البوليان اللي هيتحط هنا، يعني لما اقول له and is grounded تمام، يعني لازم الـ grounded ديت تبقى true. طب هتكون true امتى؟ لما يكون انا الـ ground distance بتاعي قريب من بوينت معين. فعشان كده احنا نعمل متغير تالت هيبقى public، حاجة اسمها transform. transform ديت عشان ايه؟ حدد لي البوزيشن بتاع البوينت اللي انا فيه يعني، ديت هناخدها من object تاني، transform ground layer تمام، هما تومات ال أو ground point بقى، عملنا ground layer ماشي، ground points دي points اللي أنا هكون واقف عندها يعني. طيب دومات ال الأربع حاجات اللي إحنا هنشتغل عليهم، ال ground دي بقى هي دي اللي هترجع لي true أو false من الحاجات دي كلها. لو كانت true يبقى أنا ال object اللي عندي ده اللي هو ده، ثانية واحدة بس ده ممكن إيه طلعه فوق شوية كده. ال object ده احنا عاوزين نعمل ايه بقى؟ ال point انا عاوز اخليها عند الارض هنا تمام؟ لو ال لو ال object ده قريب من ال point ده، ال jump اللي هنا ينط، يعني ال jump مش هو ده زرار ال jump بتاع اف، يعني انا هنا هاجي اقول له and، فين ال end؟ اقول له ان ال اقول له اذ grounded، بس فرضا ان هي بترو دلوقتي، يعني هي دلوقتي فرضا ان هي بترو تمام، يعني انا هنا مثلا انا مدي لها ترو اهي، فرضا هي ان انا هنا مدي لها ترو، هو خلاص لو لقى ان دي ان الاوبجكت ده قريب من الارض دي كده اذ grounded هتبقى بترو، فهو ينط. إلس بقى لو انت ضغطت مسطرة تانية هو مش هينط. فاحنا هنا ده اللي احنا هنعمله ايه، فانا دلوقتي انا طبعا ديت مش هديلها لا ترو ولا فولس دلوقتي، لان انا هديلها ترو من جوه الكود يعني، واكتبها هنا جنب الاف. بعد ما تخلص دول بس هنضغط كنترول اس، فهو هيسمع البارامتر دي في السكريبت بتاع حضرتك ده، يعني هو ده السكريبت خلاص. فلو انت رحت عند البلاير اللي انت مسمى عنده السكريبت تحت هتلاقي ان هو ضاف لك كمان، يعني بيقول لك الجراوند ديزيستنس اللي عندك كام، يعني المسافة اللي هينط من عندها وليكن هنخليها 2 من 10، أو يا عم نخليها نص، يعني هو يكون قريب من الأرض شوية. if ground true or false دي طبعا أنت لو عملتها كده يبقى كده true، دي هتتاخد من الجو. طيب يا باشمهندس أنت قلت لي في ground points و ground layer، طب تعالى كده في ال ground points ده أنا عاوز دلوقتي أديله object، لأن ground points ديت لو أنت رجعت لها أنت كاتب هنا كلمة transform صح؟ ترانسفورم دي بتاخد بوزيشن او روتيشن او سكيل بتاع اوبجكت معين. تقول لي يبقى انا دلوقتي لازم ابصلها اوبجكت من هنا، طب هبصلها مين؟ اوبجكت واقف على الارض. طب ده تعملها ازاي؟ هتيجي عند البلاير وتكتب كلمه حاجه اسمها كرييت ايه، كرييت امبتي. طيب كرييت امبتي ديت احنا دلوقتي عندنا كام اوبجكت؟ اتنين اهم. تاخد بقى احنا دلوقتي على جيم اوبجكت التاني ده هتاخده تنزله عند الارض، هو دلوقتي عند الارض اهو صح؟ يعني انت دلوقتي قصدي عند ال هتنزله عند اخر الاوبجكت، انت دلوقتي ده البلاير بتاعنا ده الاوبجكت الجيم اوبجكت اللي هو عنده الارض ده كده. طب انا عاوز اعمل ايه بقى؟ اقول له لما الجيم اوبجكت ده اهو او البوينت ده تكون قريبه من الفلور بتاعتي ده اللي يحصل يعمل جامب، طب لو مش موجوده يبقى مش هيعمل جامب. طيب انت كده خلاص عملت الدنيا دي كده دلوقتي، فده البلاير بتاعنا طبعا ده الجيم اوبجكت اهو. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي في السكريبت بتاع البلاير احنا عاوزين نعمل الجراوند بوينتس اللي هو اخر حته دي، طبعا هي بتاخد اوبجكت احنا عاملينه اهو، فانت هتسحبه وتحطه هنا، يبقى الجراوند بوينتس اللي عندي اللي هي الحته دي. طيب الجراوند لاير بقى يعني الراجل ده لما هيتصادم مع انهي فلور بقى او مع انهي كيوب، يعني ده مكعب يعني ده مكعب وده مكعب وده مكعب، مع انهي فلور من دي؟ لو انت جيت على الكيوب دي ورحت لللاير هتلاقي ديفولت، ديفولت يعني هو بياخد اي حاجه،
فانا عاوز اعمل لير عشان اعرف ان الكيوب اللي عندي او الشكل ده الاف بتاعته هتشتغل مع ده. هو ليه هتلاقي هنا لير تانية اهي، فاحنا ممكن نضيف لير وليكن هنا هكتبها ايه، فلور مثلا اهو، واجي هنا لو انت ديت مش دي ديفولت فلازم نشتغل على اتنين فلور. طبعا دي انت لو ما عملتش ديت الكود مش هيشتغل. طب الاوبجكت ده فين السكريبت بتاعنا اهو، الجراوند لاير بتاعته ايه، هيشتغل على انهي، على الفلور دي، يبقى ده ومتصل باللي تحت دي كده. طيب ماشي يا باشمهندس، احنا عملنا كده، يبقى احنا كده التلاتة بارامتر دول اتاخدوا، فاضل لنا البارامتر بتاعت ايد جراوند. طيب ايد جراوند دي لو كانت بترو خلاص هيعمل جامب، لو كانت بفولس مش هيعمل حاجة. طيب ايد جراوند اخليها ترو او فولس ازاي؟ هقول له هنا في الابديت قبل ما يبدأ هقول له ايد جراوند ايكوال، تعالى طبعا الحاجات دي كلها فيزيكس صح، هنقول له فيزيكس دوت، فيزيكس دوت ايه بقى، هنقول له تشيك سفير، لان احنا شغالين على سفير صح. طب تشيك سفير ديت بتعمل ايه؟ تشيك سفير ديت بيقول لك هيريترن ترو امتى، لو انت في عندك حواليك سفير او حواليك بوزيشن معين او حاجه معينه. يعني انا دلوقتي لو انا قريب من الارض هيرجع لي ترو، فلو رجع لي ترو حضرتك انت انت هنا طبعا لما تعمل سبيس بيعمل جامب. يعني انا هاجي هنا اعمل اند قبل ما نبدا، يعني هقول له ايه اذ جراوند، فهو هنا لو تشيك سفير دي رجعت بترو يعني هو قريب من الارض، فحضرتك تعرف تعمل جامب. طيب لو رجعت بفولس يبقى انت لا هتحقق دي ولا هتحقق دي ولا تعرف تعمل جامب عن. طيب فاحنا هنا هنشوف بقى تشيك سفير ازاي، هقول له والله هقول له جراوند بوينتس، جراوند بوينتس اللي احنا معرفينها فوق، جراوند بوينتس ديت اللي هي كانت انهي، اللي هي خلاص تحت الاوبجكت خالص، اللي هي دي اللي هو التاني ده يا جماعه، الاوبجكت التاني ده ده. طيب جراوند بوينتس دوت بوزيشن عشان تجيب لي المكان بتاعها. طيب وهي كمان بتاخد مين، بتاخد برامتر تاني بقى اللي هو اللي هي المسافه اللي هتعمل بيها، اللي هي الجراوند ديستنس اللي احنا معرفينها فوق تمام. وفي عندك اوبجكت ثالث كده احنا مش هنتعامل معاه دي كده دلوقتي، في جراوند طبعا احنا قصدي هندخل الجراوند لاير، ثانية واحدة. طيب دي كده هتعمل ايه، بيقول لك جراوند بوينتس ديت دوت بوزيشن، يبقى انا كده دلوقتي عرفت المكان بتاع الاوبجكت اللي هو اللي تحت، ونشوف المسافة المعينة ونشوف الجراوند لير المعينة. والله لو الأوبجكت ده اللي هو واخد برضو اللي اوت بتاعت الفلور دي قريبين من بعض، يبقى هي كده هترجع ترو. طيب في هنا برضو كمان برامتر، انت هنا لو احنا كده تعالى كده نجرب ده، لو احنا عملنا كنترول اس، لان برضو في برامتر تاني هنا، لو احنا عملنا كنترول اس ورجعنا هنا تعالى كده نعمل بلاي نشوفه هيعمل ولا لا. بص كده هو احنا كده الكود بتاعنا اشتغل اهو، هو حضرتك انت ماشي اهو صح. لو انا بص لو انا عملت المسطرة وقعدت تضغط كتير هو مش هينط الا لما حضرتك البوينتس دي تكون قريبة بمسافة اتنين بمسافة نص تمام، فانت كده هتضمن، فانت في اللعبة دي كده انت هتضمن انك انت تعمل ايه. طبعا احنا دي الكاميرا بتاعتنا ايه، انت تركز في دي شوية تمام، ثانية واحدة. تمام احنا ماشيين اهو، هو هنا مش هينط الا نطة واحدة بس، ليه؟ عشان تضمن ان انت انا هتفوز في اللعبة ولا كده، طبعا ما عادش هيتقلب تاني. طب يا باشمهندس انا متضايق دلوقتي عشان الكاميرا مش بتتحرك، فانا في المتاهة المفروض احركها يمين وايه وشمال، وده كده كده هيبقى موضوعنا كمان ايه كمان شوية. طيب